بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، النادي الاهلي العظيم، اهلا ومرحبا بكم. واولى مباريات النادي الاهلي التجريبيه قبل تكمله موسم وبدايه موسم ثاني. يعني هنتكلم النهارده عن تلاحم المواسم لثالث سنه على التوالي او ثالث موسم على التوالي. النهارده مباراه وديه مع فريق بتروجيت. فريق بتروجيت زي ما احنا عارفين من الفرق القويه اللي وصلت سيمي فاينال الدور قبل النهائي لكاس مصر، ومعاها مدير فني متميز الكابتن ربيع ياسين. وهنتكلم على فرقه بتروجيت وفرقه النادي الاهلي والصفقات والاعارات واللي جم والمعارين، ولكن خليني في الاول ابدا بتحيه ضيوفي الكبار، كباتننا الكبار كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا كابتن، منورنا. اهلا بيك كابتن ايمن، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كابتن اسامه عرابي، منورنا كابتن. اهلا وسهلا بيك ايمن، الحمد لله على السلامه. كابتن هاني رمزي، كابتن ايمن، منورنا كابتن. اهلا بيك كابتن. كابتن عادل عبد الرحمن، اهلا كابتن ايمن، اهلا بيك كابتن، منورنا كابتن. كابتن شريف، لثالث موسم على التوالي، والنهارده النادي الاهلي بيبدا اولى مبارياته الوديه مع فريق بتروجيت اللي هو اصلا وصل سيمي فاينال ومستني ان شاء الله النادي الاهلي يلعبه في السيمي فاينال ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فريق بتروجيت من الفرق اللي تولاها كابتن ربيع ياسين في ظروف صعبه جدا. صحيح. وكانت مهدده بالهبوط للدرجه الثالثه. مظبوط. فكابتن ربيع من المدربين المتميزين الحقيقه، اللي هو دايما بيحب التحدي وعنده بصمات واضحه جدا في وسط الوسط الرياضي كله، يعني من منتخبات لانديه لكل شيء. فقدر الحقيقه انه يحط بصمته ويحط فلسفته في الكوره كلها، واللعيبه انسجمت معاه وادت ووصلت لمرتبه جميله جدا في كاس مصر اللي هي السيمي فاينل. من الجميل قوي ان انت تعمل المباريات الحبيه دي بالنسبه للاجهزه الفنيه واللعيبه، بس ما تبقاش على حساب اصابات او على حساب اي حاجه، يبقى الاشتراكات في المباريات دي لرؤيه معينه. أي. للاجهزه الفنيه كلها. لعيبه، لو في لعيب حتى ايمن حاسس انه ما يقدرش النهارده، المفروض يبلغ، يعني يقول انا لسه العضلات بتاعتي مش حاسس ان انا اقدر ادي سبرنتات سريعه، اقدر اعمل حاجات قصيره، فلازم يبقى في كلام على الشغل البدني. الشغل البدني ده اهم حاجه في مباراه النهارده، لان كل ده فيه تقييم. أي. المباريات اللي بتحصل النهارده انا كجمهور بقيم اللعيبه اللي جت مثلا جديده، لو عندها فرصه انها تبقى موجوده، كلنا قاعدين نشوف النادي شكلها ايه، النادي اندمجت ازاي، هتندمج ازاي في المنظومه كلها ومع اللعيبه نفسها الموجوده والاساسيه. دخول طبعا عناصر اللي هي اللعيبه المحترفه او اللعيبه الدوليين اللي انا اقصدهم، يعني اعتقدش، يعني اعتقد النهارده هيبقى صعب، جدا ان هم يبقوا موجودين اكتر من، ويمكن كمان من اللعيبه اللي جت جديده ما اعرفش هل هيبقى ليهم فرصه الانضمام، ليهم اعداد خاص فيهم، لعيبه كانت جايه يمكن تكون مصابه بشدات خفيفه، حاجات كده عشان الناس تبقى فاهمه، يعني ان مباراه النهارده ما هي الا استعدادات نفسيه للمرحله اللي جايه باذن الله. صحيح. فبنتمنى لهم ان شاء الله النهارده ان شاء الله يكون كل التمنيات ان المباراه تعدي على خير باذن الله. مش النتيجه، اقصد على الاصابات والحاجات دي، نبقى خارجين مباراة استفدنا منها من جميع الوجوه يعني. باذن الله رب. كابتن اسامه، نتكلم على تلاحم المواسم، يمكن دي ثالث سنه او ثالث موسم على التوالي، ازاي المدير الفني لاي فريق، ما بتكلمش على النادي الاهلي بس، ازاي المدير الفني لاي فريق يتجاوز الصعوبات بتاع تلاحم المواسم دي؟ هو موضوع صعب لاي مدير فني، الماتشات المضغوطه وكمان في زمن طويل او فتره طويله، غير لما بتلعب ماتشات صعبة أو مزنوقة في فترة قليلة، يعني زي بطولة أمم إفريقيا، زي بطولة أمم أوروبية، زي كأس عالم، بتلعب خمس ست ماتشات قبل ما بتوصل للنهائي في فترة زمنية قليلة، ده طبيعي لأنك بتبقى عامل إعداد قبلها حوالي أسبوعين ما بتلعبش فيهم ماتشات تقريبا، أو بتلعب ماتشات ودية يعني ما بيبقاش فيها الضغط كبير قوي، فبيبقى مقنع بالنسبه للمدير الفني او الظروف عامه بتبقى سهله. لكن لما بتلعب مواسم كتيره فتره زمنيه طويله وعدد كبير جدا من الماتشات، هي دي بقى المشكله، لانه بدنيا اللعيب ما بيقدرش، بيحصل اصابات، كتر الضغط فتره طويله بيولد اصابات، اللعيب ذهنيا ما بيبقاش مظبوط، فبالتالي اداؤه فنيا ما بقاش كويس، وكمان بيحصل اصابات، فهي فعلا اصعب حاجه على المدير الفني انه ما بقاش فيه راحات كويسه للعيب، اللعيب زيه زي
اي حد بيبقى مضغوط في شغل بيبقى محتاج فترات راحه. أيوة. حتى الاله يعني مش هنقول بتبقى محتاجه فتره مزبوط. بتشتغل جامد وبعد كده بتاخد راحه، ده طبيعي يعني. فما بالك بقى بني ادم، فالموضوع مش بقاش سهل. أوه. الطبيعي ان الاحمال، ودي نقطه بقى المسؤول عنها مدرب الاحمال مع المدير الفني، صحيح الاحمال بتبقى اقل طبعا، ما بتبقاش بقى بشدات عاليه، بتبقى شدات بتبقى بسيطه او متوسطه، ما يقدرش الراجل يضغط بدنيا جامد والماتشات متتاليه بالطريقه ديت. فهي عايزه تنسيق بين المدرب الاحمال والمدير الفني، لانك بتلعب عدد ماتشات كبيره، والماتش تمام اللي احنا بنقول ان هو اقصى حمل، اقصى حمل لانه مش بس عشان النواحي البدنيه، ايوه كمان عشان الضغط العصبي اللي بيبقى موجود في المباراه. يعني ممكن جدا انا اعمل تمرين عاليه جدا ولكن برضو مهما كانت شدتها ما بتبقاش زي المباراه، وبالذات المباريات لما تكون شديده يعني، لانه المباراه كمان ما بيبقاش بس الناحيه البدنيه اللي فيها، في ناحيه كمان عصبيه وذهنيه، فعشان كده الماتش بيبقى حمله عالي جدا، وخصوصا يا كابتن على بعض اللعيبه اللي هم عايزين يثبتوا نفسهم، او اللعيبه اللي لسه جايه جديد طبيعي، او اللعيبه جايه من اعاره. مظبوط، ولكن برضو حتى على اللعيب اللي موجود في النادي، ان ماتشات متلاحمه كل 3 ايام فتره طويله معناها بتلعب بشده قصوى او اعلى حمل، صحيح، في فترات قليله. مظبوط، فعشان كده ما يقدرش هو كمان يمرن جامد، ما يقدرش يبقى غير لما بيكون فتره اعداد مريحه مثلا لمده 3 اسابيع لمده شهر، بيفضل يعمل فيها تنسيق مع المدرب الاحمال في الشدات العاليه والشدات يعني التموج بتاع التدريب ده اللي احنا يعني بندرسه وعارفينه. فدي نقطة مش سهلة على المدير الفني، زي ما قلت لك بيقلل الأحمال فيها جدا، وعايزة جراح يعني، مش عايزة مدير فني بس، عايزة خبرة كبيرة. كلامك معلش، هو في واضح على الشاشة إن في بعض اللعيبة الدوليين اللي هم لسه منضمين حديثا بيتدربوا، وفي كمان البعض الآخر من اللي هم المجموعة القديمة، ودول شكلهم طبعا أكيد مش هيبقى ليهم دور في المباراة النهاردة. طبعا، ما هو خلي بالك في لعيبة وخاصة الدوليين لعبوا عدد مباريات كبير جدا. اللعيبة الدوليين زي أفشة، زي السولية، زي حمدي فتحي، زي الناس اللي لعبت عدد معلول، لعبوا ماتشات كتيرة جدا. فلازم يريحهم النهاردة. هو النهاردة أكيد هيلاعب المجموعة اللي هي ما كانتش بتلعب كتير، أو بعض الناس ممكن يدي فرص للناس اللي دخلت من ممكن نقول تشكيل النادي الأهلي يا كابتن، ممكن ماشي. نقول تشكيل النادي الأهلي، تشكيل النادي الأهلي النهارده هيبقى علي لطفي لحراسة المرمى، ناحية اليمين محمد هاني، ناحية الشمال محمود وحيد، الاثنين اللي في القلب قلبي الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم، قدامهم اثنين محمود متولي وعمار حمدي، ورباعي المقدمة محمود كهربا وطاهر محمد طاهر على الأطراف، بينهم وليد سليمان وحسام حسن راس حربة. نقوله تاني، علي لطفي، محمد هاني، محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود متولي، عمار حمدي، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، وليد سليمان وحسام حسن. طبيعي ان هو بيلعب المجموعة اللي هي ما لعبتش كتير، ما شاركتش كتير، بالإضافة مدخل عمار حمدي وحسام حسن اللي جايين في الصفقات. عمار كان إعارة ورجع، وحسام حسن كصفقة جديدة كمهاجم، فبرضه هو عايز يشوفهم ويشوف يعني إمكانياتهم مع الفرقة القديمة إزاي يقدروا يخشوا. عمار حمدي طبعا لعيب كويس جدا ومن أهم اللعيبة، وأنا سعيد جدا إن هو رجع للنادي الأهلي لأنه بيلعب في أكتر من مركز ومتحرك وعنده يعني عمار شخصية النادي الأهلي. أيوه. النادي الأهلي ليه أسلوب لعب كده معين. عمار حمدي تحس إنه واحد من لعيبة النادي الأهلي. عنده جهد كبير، عنده إصرار، عنده تصميم، ودي حاجات موجودة في فرقة النادي الأهلي. يعني اللي بيقولوا عليها تملي روح الفانيلا الحمراء. أيوه. حتى أحياناً في لعيبة إمكانيات ما بتبقاش عالية قوي، ولكن عندهم الحتة دي اللي هي الإصرار والتصميم والقوة، لكن عمار كمان إمكانياته الفنية كمان كويسة. يعني من وجهة نظرك إن عمار ممكن يكون ليه دور السنة دي مع النادي الأهلي؟ ممكن جدا، لأنه كمان من مميزاته إنه عنده مرونة تكتيكية، بيلعب في أكتر من مكان، يعني ما بيلعبش بس وسط مدافع. ساعات كنا بنشوف الكابتن شوقي غريب بيلعبوا على الأطراف
كظهير ايمن او جناح او كده. ف وحسام حسن طبعا مهاجم جيد، واحنا عارفين انه في بعض اللعيبه المهاجمين ماشيين زي والتر بواليا مشي ومروان محسن، فاحنا محتاجين حد مع شريف كراس حرب اساسي، لانه لما نيجي نتكلم بعد كده على بيرسي تاو ولويس ميكسوني بيلعبوا على الاطراف اكتر، فحسام حسن راس حربه الطبيعي الصريح، فربنا يوفقه مع المجموعه القديمه اللي هي متواجده النهارده في المباراه يعني باذن الله ان شاء الله. كابتن هاني، يمكن الكابتن اسامه اتكلم عن فترات الراحه، كنت عايز اتكلم عن قله فترات الراحه بين المواسم، هل بتاثر على الفريق في بدايه الموسم ولا في المنتصف ولا في نهايه الموسم؟ لا، في الموسم كله. الموسم يعني كله خلينا نتكلم بكل امانه، من الطبيعي جدا ان يكون في فترات راحه ما بين المواسم، ده شيء موجود في العالم كله. بتاثر اكيد على، انت لو قلت على بدايه الموسم، انت بتتكلم لو بدايه الموسم ووسط الموسم، اكيد بدايه الموسم مهمه جدا علشان تقدر تكمل الموسم. وبالتالي انا عايز اجي للنقطه اللي انت اتكلمت فيها، هو النهارده ايه الاحمال؟ احنا خلينا نتكلم المباراه الوديه قبل بدايه الموسم هو جزء من خطه احمال محطوطه. مظبوط. يعني الناس بتعتبر ان دي من الاعداد، دي فقره تدريبيه. مظبوط. فقره تدريبيه باحمال معينه. بنوصل طبعا كل يعني معظم الناس الموجوده مدربين وعارفين ان قبل بدايه السيزون بيبقى في بلان محطوط، ان بنرفع الحمل التدريبي من من ضعيف لمتوسط لجيد، وفي فترات بتبقى كويس على مستوى الحمل الاقصى. كويس. بتتكلم على الاعداد البدني. صحيح. عموما يعني طبيعي، فبتبتدي واحده واحده. طيب انت النهارده بتلعب بتروجيت وصل للدور قبل النهائي لكاس مصر، اللي احنا تعودنا عليه. هو طبعا في صعوبه انك تلاقي فرقه، يمكن الفتره ديت ان تقريبا معظم الفرق اللي هي درجه ثالثه او درجه ثانيه تقريبا ما بيتدربوش لسه لحد دلوقتي، انما فريق بحجم بتروجيت وقوه بتروجيت تبدا بيه المباريات الوديه ليه لا؟ خلينا نتكلم بكل امانه، موضوع على ايامنا احنا زمان ان احنا نبدا المباريات تدرج في المباريات الوديه. المباريات الوديه بتيجي بعد ما يكون مثلا اشتغلنا اسبوعين ثلاثه ونبدا نلعب مباراه وديه، ده انتهى في التدريب دلوقتي. يعني بدايه من زي ما بقول لك، هو المدير الفني بيحط المباراه الوديه كحمل تدريبي معين. كويس. اكيد النهارده هيكون في تغييرات كمان، ممكن نلاقي اكتر من 6-7 تغييرات. مزبوط. فده جزء من الحمل البدني. ودايما اللعيبه بتحب دوت، يعني انت ممكن تدربها بدني جري كتير جدا واحمال كتيره جدا، لكن دايما بناخد بدنيا، يعني نطلع باكتر استفاده بدنيه من خلال الكوره وانت بتلعب كوره، ده مهم جدا. الجزء الثاني ان زي ما بقول لك، خلاص يعني معظم المدربين في اوروبا المباريات الوديه ان شاء الله بعد فتره الاعداد باربع خمس ايام بيبدا يعمل تدرج في المباريات الوديه. مزبوط. بيلعبوا مع فريق درجه ثالثه او درجه رابعه بينفذ فيه ده اللي انا بتكلم عليه. ده طبيعي على فكره. ده مش يعني الناس ما تستغربش، لا الناس مجهده وبتلعب ازاي مباراه او احنا لسه في بدايه السيزون، لا ده اعتقادي الشخصي من فترات طويله، هو ده اللي ماشي في اوروبا. الناس بتشتغل باحمال معينه، بتحط المباريات الوديه جزء من الاحمال البدنيه، وجزء كمان مهم جدا انك بتتكلم على الجزء التكتيكي. انت بتتكلم انت عايز تحفظ من بدري جدا اللعيبه، كلهم طبعا حافظين الطريقه، لكن عندك عناصر جديده داخله. عندك حسام النهارده، حسام حسن موجود، مهما اتمرنت ومهما عملت تقسيمات، لكن مباراه محتاج انك طبعًا يكون في تفاهم ما بينه وما بين الثلاثه اللي وراه. عمار حمدي داخل النهارده وسط ملعب مدافع، فترات كان بيلعب كتيره جدا في الاتحاد كباك يمين، محتاج ياخد الاحساس مع الناس اللي بتلعب جنبه، ايا كان مين اللي هيلعب جنبه النهارده. موجود محمود متولي في مركز الديفندر، وده مهم كمان انك تشوف ان محمود متولي انت جايبه سيرد باك، لكن هو اصلا بيلعب ديفندر. وبالتالي دوت المهم في المباراه بتاعت النهارده، حمل معين بمستوى معين على مستوى حمل اقصى لبعض اللعيبه، بعض اللعيبه هتاخد حمل متوسط من خلال التغييرات، ان العناصر الجديده اللي داخله بدات تخش مع الفرقه في مباراه وديه. لكن حمل اقصى قصد حضرتك ان ممكن حد من الاسماء ديت يكمل المباراه، ده على شكل الاحمال اللي حاططها المدير الفني مع، يعني ممكن جدا يكون على سبيل المثال علي لطفي ياخد مثلا شوط ونص، وولد صغير ياخد حمزه مثلا ياخد جزء، لان اعتقد الشناوي مش هيلعب. أي. على سبيل المثال ممكن عمار حمدي يلعب 45 دقيقه في المركز دوت، ممكن لاقيه يروح باك يمين يجربه في حته ثانيه، محمود متولي ياخد
احساسه تاني بمركز الديفندر، وممكن جدا يلعب 45 دقيقه ومثلا يرجع كسرد باك مكان رامي مكان ياسر ابراهيم. يعني كل التوزيعات بالنسبه لتوزيعات الحمل والتوزيعات الفنيه دي على حسب رؤيه المدير الفني في الوقت دوت. فانا شايف ان ده كويس انك بتخش مباريات بالتدريج، لان انت كمان عندك مباراه قريبه جدا خلال 10 ايام، عندك مباراه السوبر، وبالتالي الحمل التدريبي للمباريات حمل للاعيب نفسه بيحبه، انه ممكن يعمل حمل كبير من غير ما يتضايق، وفي نفس الوقت على المستوى الفني على المستوى التكتيكي ده بيكون شيء مهم جدا. يعني ماشي يا كابتن عادل، كابتننا اتكلموا عن فترات الراحه، ايه المده اللي بيحتاجها اللعيب بين الموسمين علشان ما تاثرش عليه تاثير سلبي؟ طب خلينا ناخدك للسنين اللي فاتت من 10 او 15 سنه، كان يجب ان يكون في 8 اسابيع فتره انتقاليه ما بين الموسم والموسم، 8 اسابيع وببدا اعمل فتره الاعداد، لكن خلاص اتغيرت لان المواسم فيها التحام. مظبوط. بس خلينا هنا بقى نتكلم على مين في الوقت ده هو اللي بيشتغل. ماشي. اللي بيشتغل في الوقت ده مش المدير الفني. أي. اللي بيشتغل في الوقت ده ولا مدرب الاحمال، مخطط الاحمال. ما هو في مخطط احمال وفي مدرب احمال. مخطط الاحمال هو اللي بيعمل جدول. الجدول ده بيتعمل ازاي؟ لحظة واحدة. اتفضل. اتكلم ان في مخطط احمال ومدرب احمال. مخطط الاحمال اكيد ليه خطة، خطة اللي ينفذها أكيد مدرب الأحمال والمدير الفني. ما أنا عارف، بس أنا عاوز أخدها لك عشان أقول للسادة المشاهدين بالتدريج. أنت مخطط الأحمال اللي بيجي يشتغل بيعمل بلان للسنة كاملة كويس. فبدايتها دي كويس. بيديها لمدرب الأحمال مدام الأحمال. ليه؟ لأنك أنت في وضع غير عادي، أنت أولا عندك لعيبة منتخب عندها اوفر تريننج، عندها لعب كتير، عندك لعيبه جايه من اعاره كان عندها لعب كتير، عندك لعيبه في النادي الاهلي ما عندهاش لعب كتير، ما لعبتش كتير، ففي لخبطه في الجدول نفسه، ان انت مش هتشتغل لاول مره فتره الاعداد ما تبقاش على يعني على المجموعه، بتشتغل مجموعه واحده، ما فيش كده، انت بتشتغل بمجموعه، بدليل اهو التمرين اللي احنا بنتفرج عليه دي مجموعه واخده حمل لانها لعبت مباريات كتير، المجموعه الثانيه اللي هي زي محمود وحيد ورامي ربيع وياسر ابراهيم ومحمد هاني، دول ما لعبوش بقالهم فتره كتير او ما خدوش الضغط اللي اتاخد من دول في طول السنه، وبداوا فتره اعداد من 5 6 ايام. فدول يشتغلوا، لازم يشتغلوا شغل اخر، ولكن احنا بنتكلم على الجدول نفسه اللي بيتعمل، انت عندك ماتش كمان بعد 10 ايام، فانت يجب انك انت تدخل اللعيبه الجديده ناحيه تكتيكيه ناحيه بدنيه، وانت محتاج اللعيبه القديمه انك انت تنزل بيها اللي هم بيلعبوا مع المنتخب، انزل بيهم شويه علشان هتطلع، ما افتكرش انه هيريح منهم يعني كلهم، افتكر انه هيريح يجي 4 5 لعيبه من اللعيبه الدوليه مش هيلعبوا الماتش الرسمي. أيوة. مش هيلعبوا علشان يقدروا، ما هو ده من قطه الاحمال. انت عارف يا كابتن ايمن ان في الوقت الحالي ان فترات الاعداد في العالم كله ما بتتقاس بالزمن، دلوقتي بتتقاس بالكيلومتر. حتى اللعيبه لما بتنزل ارض الملعب عشان تلعب مباراه بيتقاس بالكيلومتر، فالشغل الشاغل بتاع موسيماني في الوقت الحالي انه ازاي هيدخل اللعيبه اللي هيحتاجها، اللي هو حسام حسن، عمار حمدي، محمود متولي، يعني هو بيعمل الفرقه الثانيه دي بيعمل منهم 4 5 لازم هيبداوا المباراه مع 4 5 من اللعيبه الدوليه اللي هي خدت حمل كبير قوي، علشان يوصل مخطط الاحمال مع مدرب الاحمال لاول بدايه الدوري وليس المباراه بتاعه السوبر وبس، لا بدايه الدوري علشان يقدر يكمل الموسم كله، لان انت عندك كاس عالم انديه، عندك دوري، عندك افريقيا، عندك كاس مصر، عندك وعندك كذا سوبر، مش واحد بس، سوبر افريقي وسوبر مصري، فعندك 2 كمان، فانت البطولات الكتيره دي علشان توصل لها لازم توصل لها انك انت تبقى فيها في التوب فورم بتاعك، لانك انت لو بدات بدري تنهي بدري، هتنهي في المشاكل الصعبه اللي فاتتكم، عشان كده انت بتشتغل على فترات متنوعه مع لاعبين متنوعين. دلوقتي ما فيش حاجه في العالم اسمها حتى المركزين، المركز الهاف رايت او المركز الباك رايت ما بيجريش قد الديفندر. أيوة. وما بيشتغلش على مجموعه عضليه زي اللي بيشتغل على المجموعه العضليه دي، فتبص تلاقي فيه اللي هو مخطط الاحمال هو اهم رجل. صحيح. بيبقى في التيم في الوقت الحالي. صحيح.
طيب اتكلمنا عن فترات الراحة بين المواسم بعضها، عايزين نتكلم عن الصفقات الجديدة اللي جابها النادي الأهلي مع ضيوفنا الكبار، ولكن خلونا الأول نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية، أرجوكم انتظرونا. لبت إدارة النادي الأهلي احتياجات فريق الكرة خلال الميركاتو الصيفي الحالي بناء على رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي رفع شعار استمرار المارد الأحمر على القمة الإفريقية، خاصة أنه حامل اللقب لدوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين على حساب الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي من خلال تدعيم بعض المراكز التي تحتاج لتدعيم طبقا للرؤية الفنية لموسيماني ومعاونيه لتحقيق آمال وطموح جماهير المارد الأحمر في كل مكان بحصد المزيد من البطولات على مختلف المستويات. صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي تنوعت ما بين لاعبين محليين وآخرين أجانب، وأيضا ما بين لاعبين تم استقدامهم من أندية أخرى، وما بين استعادة بعض لاعبي الأهلي المعارين لأندية أخرى والذين تم متابعتهم من قبل الجهاز الفني لتحديد مدى احتياجه منهم واستمرار بقية اللاعبين في الإعارة لاكتساب المزيد من الخبرات. بدأت صفقات المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي بالثنائي الإفريقي الجنوبي إفريقي بيرسي تاو القادم من نادي برايتون الإنجليزي، والذي تم التعاقد معه لمدة 4 مواسم بعد متابعة له من خلال موسيماني الذي سبق وقام بتدريب اللاعب عند قيادته لسان داونز الجنوبي إفريقي، ويجيد اللاعب في أكثر من مركز حسب رؤية المدير الفني. ثم التعاقد مع الموزمبيقي لويس ميكسوني لاعب سيمبا التنزاني والذي يجيد أيضا اللعب في أكثر من مركز حسب توظيف الجهاز الفني له، ويتمتع الثنائي بالسرعة والمراوغة للمنافسين مما يجعل لهما خطورة دائمة على مرمى المنافسين. وعلى الصعيد المحلي فقد جاء الدعم عن طريق التعاقد مع كريم فؤاد ظهير أيمن نادي النجوم لتدعيم الجبهة اليمنى في الأهلي، والذي يعتبر مستقبل هذا المركز في الكرة المصرية، خاصة أنه لاعب صغير السن ويملك خبرات كبيرة. كما تم التعاقد مع المهاجم القناص حسام حسن مهاجم سموحة لتدعيم الهجوم الأحمر بعد رحيل مروان محسن والكونغولي والتر بواليا، ليكون حسام حسن إلى جوار الثنائي محمد شريف هداف الدوري وصلاح محسن في قيادة الهجوم الأحمر. كما تعاقد الأهلي مع الموهبة مصطفى البدري قادما من نادي الإنتاج الحربي، ثم تمت إعارته لاكتساب المزيد من الخبرات، يعود بعدها ليكون أحد الأعمدة الأساسية في الفريق لما يملكه من إمكانيات طيبة. ولم تتوقف تدعيمات المارد الأحمر عند استقدام لاعبين من أندية أخرى، ولكن تم استعادة أبرز مواهب الكرة المصرية أحمد عبد القادر وعمار حمدي اللذين كانا معارين لناديي سموحة والاتحاد السكندري بعد تقديمهما لمستوى متميز في الموسم الماضي، وكانا أحد أبرز العناصر التي كانت ترجح كفة سموحة وزعيم الثغر في مباريات الموسم المنتهي. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وقبل ما نتكلم مع ضيوفنا الكبار عن صفقات النادي الاهلي تعالوا نستعرض معا تشكيل نادي بتروجيت النهارده. بتروجيت النهارده ابو النجا لحراسه المرمى، ناحيه اليمين سامح ابراهيم، ناحيه الشمال هادي رياضي، الاثنين اللي في القلب خالد عبد الرازق ومصطفى معوض، واربعه في نص الملعب، اربعه قدامهم محمد منصور، محمد علي، اسلام حسين، اسلام كانو، واثنين قدام عبد الرحمن السكران واسلام هشام. البدلاء النقراوي احمد عبد الرازق لحراسه المرمى، احمد رضا، حسام البدري، انس شندي، عمرو عبد العزيز، نادر عبد العاطي، محمد نور، محمد دقدق، احمد عبد الرسول، والجهاز الفني زي ما حضراتكم عارفين كابتن ربيع ياسين مدير فني، كابتن حماده مرزوق مدرب عام، كابتن علي عاشور مدرب، كابتن احمد ابو مسلب مدرب، كابتن ايمن بسيوني مدرب حراس مرمى، وكلهم
بدون استثناء ما عدا علي عاشور كلهم من ابناء النادي الاهلي. كابتن شريف، ايه رايك في صفقات النادي الاهلي الجديد؟ صفقات النادي الاهلي الجديده اللي يعرفها الجماهير والسياسه المتبعه للنادي الاهلي دائما في استخدام لعيبه على الشاشه وعلى شكل الدوريات اللي احنا بنلعبهم، وفي لعيبه عندك بتبقى محتاجه ان هي تاخد خبرات كويس وتقدر انت تعملها اعراض بره وترجع بعد كده، وفي لعيبه انت بتتفرج عليها في المحافل الافريقيه وفي الدوري عموما. على سبيل المثال حسام حسن مثلا اهو كان في سموحه وخرج راح لعب في ليبيا ورجع تاني. ايوه، فشكل دخول وخروج اللعيبه اللي النادي الاهلي بيبص له بيشوف الاحتياجات اللي هي موجوده للمراكز عنده، اذا كانت من ابنائها ابناء النادي الاهلي نفسه اللي هو خرج في اعراض زي عمار حمدي مثلا شكله جميل جدا، زي ما قال اسامه التاكن عنده شخصيه النادي الاهلي سريع بيلعب في المنتخبات حتى يمين وشمال، ففي عناصر كتيره جدا لما بتيجي تبص للاحتياجات بتاعتك في النادي. قصدك على التوقيت، توقيت والكالتشر، الشكل اللاعب نفسه النوعيه اللي انت بتحتاجها في النادي الاهلي. كويس، يعني هتلاقي يقول لك ايه، انا لعيب كنت كان عندي واشتريته وطلعته تاني. ما هو في الوقت الحالي هل انت هتبني فرقه كلها يا ايمن صغيرين وما اعرفش ايه، ولا هتطعم الجواهر بالسن الصغير بالخبره اللي انت لا محتاجها؟ بس في ناس تقول لك يا كابتن، في ناس تقول لك ايه، النادي الاهلي مثلا الموسم اللي فات دوت دخل خمس ست بطولات، خد الخمسه سته في بطوله ضاعت منه. كويس، هل انت محتاج كميه الصفقات اللي انت جبتها ديت؟ يقول لك هيبقى في مثلا انت عندك عايز تدعم في مركز في اثنين في ثلاثه، بس انت واخد كل البطولات دي وبتدعم بالعدد ده؟ خليني اقول لك، احنا واحنا بناخد كل البطولات دي كلنا قاعدين نقول احنا قاعدين اثنين ورا. ايوه، وواحد كمان بلي ميكر جنب قفشه في نص الملعب والحته دي، وعايزين اثنين فراوده جنب محمد شريف. ليه؟ هو عشان محمد شريف مش قادر، او طبعاً عشان اي حد موجود ما بيقدرش يلعب في الحته دي؟ لا، انما في اصابات، في ايقافات، في حاجات كتير جدا، في خمس ست بطولات انت بتلعب عليها، محتاج ثلاث اربع لعيبه في كل مركز. أيوة، هي دي. انا مش هيبقى عندي المثل الاوحد للالتزام واللعيب اللي دايما الاقيه محمود وحيد يطلب في اي وقت ابص الاقيه موجود، وعلي معلول على طول هو بيلعب، انما عندك علي معلول بيلعب محافل دوليه، بيلعب على المحافل النادي الاهلي والافريقيه والحتت دي كلها والمحليه مع النادي الاهلي، ومطلوب منك انك تاخد جميع البطولات. فاللعيبه اللي هي انت بتبص لها كجهاز فني بتبقى انا محتاج شكل معين من اللعيبه عشان الناس ما تستغربش بقى. وكمان يا كابتن، مع عدم قطع كلامك يا كابتن، انت زي ما انت بتقول مهم جدا انك بتلعب نادي بيلعب بطولات كتير، ولازم السكاوت يبقى كبير، عندك 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 بطولات كتير، وبالتالي لازم يكون فرقتك عندك عناصر مش هنقول بديله، لكن عندك عناصر كتيره ممكن تنفذ لك على المستوى البدني وعلى المستوى الفني بشكل متقارب جدا جدا جدا. حتى يعني لو جاب واحد اللي موجود، حتى اللاعب اللي موجود عارف بقيمته ان هو زيه زي علي معلول، برافو عليك، زيه زي ايمن اشرف، زيه زي قفشه، فمش زعلان ان هو بيشترك 30 دقيقه 40 دقيقه. ما هي الان الحياه بتلف عندك كلها، عندك بتدور بشكل كويس، وعمليه التدوير ديت خلال الموسم ده اجباري على النادي الاهلي. أي، وبالتالي طالما انت بتدور ان انت ما بتلعبش في بطوله واحده او بطولتين، لا، انت بتلعب في اربع خمس بطولات، وبالتالي غير طبعا اللعيبه، غير اللعيبه الدوليه اللي بتروح المنتخب، وبالتالي عمليه الروتيشن ده عمليه غصب للمدرب لازم يكون موجود، وبالتالي تحضير البديل على مستوى عالي جدا هو ده المهم، ما يقعش منك لعيب على مستوى كومبيتيشن كويس قوي وتبدا تعاني. كويس، يعني كده معنى كلام الكابتن هاني او 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 غالبيه كلامه بيقول ان المدير الفني هل بيبقى مسؤوليه كامله عن اختيار الاسماء او اختيار الصفقات الجديده؟ ما بتكلمش عن النادي الاهلي، انا بتكلم عموما صفه عامه. بص، هو عموما دلوقتي بقت في لجان كوره ولجان اختيار في العالم كله. كويس، المدير الفني اساس. ماشي، المدير الفني اساس، ولكن الاداره سواء بقى عن طريق لجنه كوره، عن طريق ايا كان الناس اللي بتختار في مجموعه. كويس، بيبقى عندها رؤيه معينه. حلو، ليه؟ ايه اللي بيحصل الاختيارات دي يا كابتن اسامه؟ هقول لك، المدير الفني بيبقى محتاج شاف في النواقص اللي عنده في الفرقه من الموسم اللي هو لعبه او الموسمين اللي لعبهم، بيبقى محتاج لعيبه معينين زي ما هاني وشريف وعادل كنا كلنا بنتكلم، انه مثلا شايف انه بيلعب بظهير ايمن مثلا مش على قد المستوى، عايز ظهير ايمن، ظهير ايسر مش على قد المستوى، عايز ظهير ايسر، او واحد في موجود واحد اساسي عايز واحد
على نفس المستوى عشان ممكن بالذات في وقتنا هذا ضغط المباريات والبطولات بقى كبير قوي. ده احنا حتى ايام زمان يا ايمن اللي هي في الثمانينات وقبليها لما كنا بنتفرج على الجيل اللي هو كابتن شريف واللي قبليهم واحنا بعد كده لما لعبنا وعدد الماتشات ما كانش كده، وكل سنه كان بندعم الفرقه بلاعيبه من الخارج او لعيبه افارقه او بنصعد ناس، بتلاقي مثلا 30 واحد قريبين جدا من بعض لدرجه انك انت كنت بتخاف انك ما تريح ماتش لحسن حد يركب عليك ويكمل. كنا بنقلق من واحد من الناس، جيت على الكابتن مصطفى عبده والكابتن محمود الخطيب والكابتن شريف عبد المنعم والكابتن طاهر والكابتن زكريا كلنا. انا لما طلعت كان نص ملعب مختار وخالد جدالله وعلاء ميهوب وطاهر ابو زيد ومجدي عبد الغني وعامر ورمضان السيد، ويعني 7-8 فطاحل كلهم. فده طبيعي ان لازم يكون عندك بديل واكتر. فالمسؤوليه الاولى على المدير الفني، ولكن ايضا الاداره متمثله زي ما قلت لك في اذا كان مثلا النادي الاهلي كده كلجنه كوره من حقه ان يختار بعض اللعيبه، ان مثلا المدير الفني بيقول انا محتاج في المكان ده ممكن هو اللي بيدور له ويجيب له، بس المدير الفني ممكن يشاهده ويشوف يقتنع بيه او لا. فيها حاجات بقى تانية ممكن المدير الفني يقول انا مش عايز مثلا فلان في القايمه، المدير الفني بيعمل قايمه في نهايه الموسم مثلا يقول انا مش عايز فلان، والله الاداره ممكن تقول له لا الفلان ده هيبقى موجود انت عايز تلعبه ما تلعبوش، لانها ممكن تحصل حاجه زي طبعا، لان المدير الفني ممكن يمشي بعد شهر، ما بعد شهرين ممكن المدير الفني ده يجي. يعتبر اسد للنادي ده ملك النادي. أيوة. في بتبقى يعني لعيب كويس والنادي شايف انه ممكن جدا ده كده بتخش فيها الناحيه التسويقيه اكيد طبعا، اصل هو عمليه البيع والشراء لازم الماركتنج يخش فيها. احنا بنجيب لعيب كويس، انا دايما ببص انت بتجيب لعيب كويس بامكانيات فنيه كويسه، طب بيتحكم فيه سنه، السن مهم جدا طبعا، بيتحكم فيه البوزيشن، بيتحكم عمليه السن ليه عشان الريسيل بعد كده. انا ممكن اجيب لعيب كويس عنده 17 20 سنه 21 سنه 22 سنه اديله عقد، ولكن انا عندي رؤيه ان خلال 4-5 سنين حتى لو كويس قوي هبيعه عشان ادور تاني واجيب لعيب كويس تاني. فعمليه الروتيشن او عمليه الماركتنج مهمه. المدير الفني اكيد مسؤول عن اللعيبه اللي بتيجي من الناحيه الفنيه، لكن في اسد للنادي رأيه. يعني ما ينفعش يبقى في لعيب هجيب اسد او هو النادي هيملكه بشكل كبير، لا الاداره تقول له لا اللعيب ده احنا عندنا فيجن ليه، اللعيب ده خلال 3 4 سنين نجيب. عايزين نوضح دي للجمهور. عاوز اوضحها ببساطه. ماشي. النادي المدرب فترة مؤقتة اللي هو دلوقتي. النادي بيشتغل على الآن وبعدين. فحتى في النادي الأهلي اللي احنا بنشوفه من اللعيبة اللي بنشتريها بتطلع إهارة، ده بتاع المستقبل. ده بتاع السنتين ثلاثة اللي جاي عشان الإحلال والتجديد السنوي. فيبقى المدير الفني ممتلكات النادي بيتحكم فيها 80% في اللعيبة. أنا بتكلم على اللعيبة 80%، لكن ال 20% مش بتوع تسويق وبس، بتوع مستقبل كمان. ماشي. احيانا بيبقى القايمه عندك بيبقى فيها انتظار، انت ممكن تجيب عندك 5 محترفين في مصر، الا 5 محترفين، انت ممكن تجيب 5 محترفين واحد استثمار كمان تحطه في قائمه الانتظار. دي بتحصل، وده من ناحيه التسويق. ولكن المهم هنا مين اللي ياخد. نقف هنا معلش، نقف هنا. اتفضل. بتكلمني بتقول لي ان انت ممكن تجيب لعيبه محتاجينها 5 وواحد استثمار. طيب ما هو الاستثمار ده عشان يجيب لك فلوس لازم يكون متواجد في الملعب. لا ما هو في لازم حاجة. يأدي في حاجه، لازم مستواه هيرتفع. ما انا عارف. طيب الانتر حول العالم 280 لعيب اعاره. كويس. لانها مفتوحه. ايوه. بياخد اسم الانتر، بيتسوق للانتر. ما احنا الى الان في مصر لسه ما وصلناش انك انت تجيب لعيب عشان تكسب فيه. حلو. احنا شغالين طول الوقت في مصر تجيب اللعيب عشان يكسبك دلوقتي. كويس. يكسبك في الملعب. لكن اللاعب عشان تجيبه لازم هيكسبك في الملعب، ولما يخرج يجيب لك اللي خده منك واكتر كمان، ده استثمار. طيب نقف عند النقطه دي عشان النقطه مهمه جدا، ونرجع بس هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ضيوفنا الكبار على النقطه دي بالذات. ارجوكم انتظروا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، كان ليك تعليق على نقطه الاستثمار بتاعت الكابتن عادل. عادل بيتكلم 100% صح. عادل بيقول لك انا بحتاج لعيبه معينه ببقى عايزها عشان اكسب بيها. كويس. وعشان اعمل كومبيتيشن للعيبه اللي موجوده نفسها. يعني انا في طاهر محمد طاهر لما اجيب له بيرتي
وتجيب له اثنين لعيبه بيلعبوا اطراف هيبقى شكله عامل ازاي في المنافسه وفي دي حاجه بيستفيد بيها الفرقه. شكل التسويق بقى اللي احنا بنتكلم عنه واللي احنا كلنا متفقين عليه او بنختلف او اللعيب لازم يبقى في الملعب عشان اشوفه، اللعيب لازم يلعب عشان ينضج قدامك زي ديانج اول ما جه بقى في مرتبه تسويقيه عاليه أو جدا او يعلى سعره بقى في مرتبه تسويقيه عاليه جدا، انت تلعبه معاك اهلا بيه، تلعبه بره اهلا بيه، بقى في علي معلول النهارده الدنيا بتطبق عليه وعايزه تشتريه كويس في المستوى اللي انت كنت لسه بتتكلم عنه او بنتكلم عنه كلنا، ان الوقت ده انا لازم ابيع اللعيب ده في الوقت ده، اقدر اجيب خمسه سته لعيبه جنبي بنفس السعر ادام انا الشكل التسويقي بتاعه كبير. مين اللي بيكرر الحكايه دي؟ اداره اللي بتجيب اللعيبه للمدير الفني، والمدير الفني مع الاداره هم اللي بيحددوا الشكل اللي هم محتاجينه. يعني انا ما بجيبش لعيب في اي وقت على مزاجي كده اقول لا والله ده كويس، لا لو تبقى في لجان قعدت مع بعض مع المدير الفني وتقول له وبتعرض عليه حتى الاعارات اللي بره. ايوه الاعارات اللي بره عندك انا ايه اللي هستفيد بيه النهارده؟ في شكل انت بتقول لك ده كان عندي وانا طلعته خد خبره ورجع لي، وفي شكل جالي ورجع لي تاني ووديته تاني كسبت منه فلوس. بس كابتن هي معلش في وقت قبل يعني هو تدوير دي تدويره لازم انا كفرقه بستفيد بيها على جميع الوجوه. بس شكلنا عالي قوي يا هاني وكبرنا قوي، خمس ست بطولات في السنه وعندنا بطولات لسه خمسه سته جايين في السنه، فشكل اللعيبه ودخول عناصر جديده انت بتبقى محتاجه لان عندك خروج كمان، فالحاله كمان في عندك لعيبه مصابه ما رجعتش يا هاني لحد النهارده، انت معتمد على اسماء وموجودين فلازم دول يخرجوا ويجي ناس بتجري ويجي ناس موجودين على نفس مستوى النادي الاهلي. ما كل ده كابتن انا بتكلم في يعني نقطه محدده جدا، النادي الاهلي من ضمن الانديه اللي بتلعب على بطولات، ده حقيقي. في بعض الانديه مصنفه انها بتعمل انفستمنت للعيبه، يعني هي زي مثلا بازل على سبيل المثال في سويسرا بازل، وهذا الكلام ده حصل معايا مع محمد صلاح، انا السبورت دايركتور بتاع بازل قابلته واحنا بنلعب هناك مباراه وديه، هو كانوا اشتروا صلاح اشتروا صلاح عشان شاكيري كان بيلعب في بازل وراح بايرن ميونخ، شاكيري راح بايرن ميونخ من بازل ب 8 مليون يورو، محمد صلاح اشتروه ب 2 مليون من نادي المقاولين، فدلوقتي هم بيمشوا واحد في مركز صحيح ويجيبوا واحد، هو قال لي بالظبط احنا جايبين محمد صلاح هيشتغل معانا من سنتين لثلاثه بكتير قوي علشان احنا شايفين ان محمد صلاح عنده البيزك وعنده الموهبه انه يلعب في احد الدوريات الكبرى، وده اللي حصل. دي بتبقى رؤيه اللجنه دي، ده رؤيه نادي نادي كله مع نادي كله بيشتغل على الجزئيه ديت، فنادي بازل ممكن ياخد دوري مره يطلع تاني مره، فده شكل نادي. على فكره ارسنال بدون قطع كلامك، ارسنال في انجلترا قعد فتره كبيره بيتكلم عنها حلو قوي. انا بتكلم في نوعيه ثانيه، البي اس جي، البي اس جي ما بيبيعش لعيبه، النهارده كان ممكن جدا يبيع امبابي بحوالي 200 مليون مزبوط. لا هو الراجل عنده فلوس، هو الهدف بتاعه تحقيق بطوله او بطولات كتيره جدا وعنده انفستمنت ناس معاها فلوس كتير. انا في رايي النادي الاهلي لازم ياخد جزء من ده وجزء من ده، النادي الاهلي نادي بطولات بيلعب لازم يوفر الجزء الاولاني انك عندك لعيبه مميزه جدا باعداد كبيره، وياخد الجزء الثاني المهم جدا ان يعمل عمليه الانفستمنت، لازم يطور الحته دي شويه، ان احنا على سبيل المثال زي ما الكابتن شريف قال احنا مثلا علي معلول ديانج في لعيبه معينه في وقت معين لو ما اتباعتش في الموسم ده سعرها بيقل جدا وبالتالي النادي بيخسر، فده عمليه دي العمليه لازم الفيجن ده يكون موجود ما بين الاداره وما بين المدير الفني مش في نفس الموسم، يعني من السنه اللي فاتت يقعدوا مع بعض احنا رؤيتنا السنه الجايه عايزين فرقه كويسه عدد كويس من اللعيبه، لكن خلي بالك البوزيشن ده واحد واثنين لازم يمشي، وبالتالي اعمل حسابك يا مدير يا فني ان المركز ده والمركز ده عندنا هيتشال السنه دي لان هيجيب لنا فلوس كتير جدا، بالفلوس الكتيره اللي هتيجي انت تشتري لعيبه انت تبص عليها. يعني انت بتوضح رؤيتك للجهاز الفني من قبل الموسم ما يبدا. يا بخت الاداره بتاعتك قبل الموسم ما يبدا طبعا. ايمن يا بخت لو عندك اداره تقدر تحضر كل ده للمدير الفني. ما ده تحضير ما بين الاداره قبل الموسم، ما بين الاداره والمدير الفني. بس ممكن جدا في وقت من الاوقات خلي بالك يا مدير فني البوزيشن ده والبوزيشن ده مش معاك السنه الجايه، عشان دوت لو ما مشيش النهارده ب 10 مليون السنه الجايه هيبقى وفي ميركاتو صيفي كمان. هو يعني مجمل الكلام ان في اداره وفي مدير فني، ما هو المطلوب من الاداره في استراتيجيتها و
بتجيب المدير الفني وتتفق معاه، والله احنا زي ما هاني بيقول احنا محتاجين بطولات او ان احنا نادي بطولات و يبقى انا عايز منكم 1 2 3 4. طب احنا مثلا نادي شغال على الاستثمار وكده ما بنطلع سادس، بنبقى موجودين في الدوري بس كذا، يبقى لينا رؤيه كذا. فالمدير الفني رؤيته مشتركه مع الاداره، بس الاداره ما بنقولش ملغيه خالص، والاداره ولا المدير الفني ملغي خالص. الاداره ما تخشش في ايه؟ في التشكيلات اللي هي الفنيه اللي خاصه بالموسم. ما اجيش انا افرض على المدير الفني اقول له والله لعيب لي تلعب بدوت ودوت ودوت، يبقى يبتدي بصلاحياته. قبل ما اتكلم عادل، يا كابتن ايمن، هو دلوقتي المدير الفني الانتر خد البطوله السنه اللي فاتت، ايوه، مركز اول. هو مشي ليه؟ مشي ليه؟ لما قعد مع الاداره قال لهم انا عايز لعيب كذا وكذا وكذا بمبلغ كبير جدا. ايوه. الاداره قالت له احنا مش هنقدر نجيب لك اللعيبه ديت، احنا عندنا اسج، اللعيب ده لازم يقعد عشان هيجيب لنا مبلغ السنه الجايه، وما اقدرش انا اجيب لك اللعيبه، بتقولها لان احنا كميزانيه دلوقتي عندنا مشاكل، وبالتالي هترضى باللي احنا بنقوله لك لان دي سياسه نادي؟ ايوه. ولا هتكمل معانا بسياستنا وطريقتنا وبالعادات؟ ما حصلش توافق بينه وبين سياسه النادي، فمشوا. ممكن يا كابتن هاني لحظه واحده؟ بص يا كابتن ايمن، انت ليه الموضوع ده كله في مصر مش مفعل؟ طب يا كابتن عادل ممكن بعد اذنك كلمه وخلاص، او كلمه سريعه. ماشي، اتفضل. انت ايه اللي بيحصل؟ انت في اوروبا بيقول لك جددنا للمدرب ل 2026 وجددنا للمدرب ل 2025، انت في مصر مفيش مدرب الا بيقعد سنه واحده، يبقى مفيش استراتيجيه انك انت تعمل استثمار، لانك سنه واحده غير ان انا اقول لك انت مشروع. عندي مدرب هيعمل مشروع تجديده زي 4 سنين 5 سنين بيشتغل، فبيشتغل على الناحيتين. هنرجع نكمل كلامنا برضو معاكم، ولكن هنروح دلوقتي لملعب المباراه وزمايلنا الاعزاء كريم احمد وفاروق صلاح. اتفضل يا كريم. برحب بيك في البدايه كابتن ايمن شوقي، طبعا كل التحيه ليك والكابتن الكبار وكل جمهور النادي الاهلي. بدات بقى الانطلاقات وبدا الموسم، يا رب ان شاء الله يكون موسم خير على فريق النادي الاهلي. بدانا النهارده ونقدر نقول اولى المباريات الوديه استعدادا طبعا للموسم بشكل عام، ومنها السوبر المصري امام طلائع الجيش ان شاء الله، لتكون مباراه يوم 20 على استاد برج العرب. استعدادات جيده جدا لفريق النادي الاهلي بتحضيرات مهمه الحقيقه من بيتسو موسيماني. يمكن عايزين نطمن النهارده على عدد من اللاعبين اهمهم طبعا بعض الصفقات. يمكن النهارده مش هنشوف ميكسوني، مش هنشوف بيرسي تاو، لكن هنشوف النهارده حسام حسن، هنشوف عمار حمدي، منتظرين كمان عبد القادر يكون متواجد. فيا رب ان شاء الله باذن الله النهارده التوليفه اللي يمكن بيتسو موسيماني النهارده قدر ان هو يختارها تكون النهارده بشكل جيد، نقدر نطمن بشكل عام على الفرقه يا كابتن ايمن. وايضا كمان النهارده يمكن كان في تدريب 3:30 عصرا لكل المجموعه اللي يمكن مش هتشارك النهارده في التدريبات، سواء مجموعه المنتخب او بعض ايضا كمان اللاعبين اللي يمكن النهارده بيتسو موسيماني اداهم راحه على راسهم. بدر بانون كنا يعني متخيلين ان هو يكون النهارده متواجد في المباراه، لكن الحقيقه طمنا من طبيب النادي الاهلي تحديدا على بدر بانون اصابته او حاجه، لكن هو مش مشارك. قال لا، يمكن الراجل اداله النهارده يوم اضافي شويه راح عليه باذن الله، على ان يكون ان شاء الله متواجد في تدريب الغد. تحضيرات مميزه جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي زي ما انت شايف يا كابتن ايمن. الاستعدادات فريقين بيسخنوا النهارده مباراه بتروجيت، النهارده مباراه تكون استفاده كبيره جدا للنادي الاهلي. بنتمنى بس ما يبقاش في احتكاكات، يعني المباراه تكون بس يعني ما يبقاش في احتكاكات قويه، لان احنا عايزين نحافظ على لعيبه النادي الاهلي بشكل عام، والنهارده الفريقين يحافظوا على بعض والفايده كلها تكون لصالح الفريقين. الامور طيبه جدا ان شاء الله باذن الله. لعيبتنا النهارده تكون كده بشكل كبير، نستفيد من الجرعه التدريبيه. هي النهارده النتيجه مش هتكون فرق بشكل كبير جدا مع الجهاز الفني، على قد النهارده ما يكون اللي اتطبق النهارده الجرعه التدريبيه تكون قويه ان شاء الله. ويا رب ان شاء الله باذن الله نطمن على اللعيبه ونطمن كمان بشكل كامل على كل الصفقات اللي النهارده هتشارك في هذه المباراه. وبالتاكيد يا كابتن ايمن ان شاء الله نكون مستمرين معاك انا وزميلي العزيز فاروق صلاح، سواء النهارده يكون معاك مع بتروجيت، وايضا كمان عقب انتهاء المباراه يكون لينا لقاءات مع فريق النادي الاهلي وفريق بتروجيت نتكلم منهم على المباراه واهميه النهارده هذه المباراه. سؤال كريم قبل ما نروح لفاروق، هل حد من اللي بيتدربوا دول ليه النهارده دور في المباراه الوديه؟ لا، كل اللي يمكن اتدرب يا كابتن ايمن يعني خلاص بقى، يعني جرعه تدريبيه النهارده 3:30 خلصت، 4:30 او 5 الا ثلث خلاص اكتفى كل اللي كان بيشارك النهارده في التدريب، على ان يكون كل بقى المتواجدين في المباراه النهارده. اللعيبه طبعا اللي هيكون النهارده في التشكيل مع بعض العناصر، مع بعض كمان العناصر اللي هنشوفها النهارده من قطاع الناشئين، لكن كل اللي اتدرب مش هيشارك النهارده في مباراه اليوم. شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد، ومن كريم نروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح. اتفضل يا فاروق. كل الشكر ليك يا كابتن ايمن، والشكر موصول لضيوفك الكرام كابتن شريف عبد المنعم، الكابتن هاني رمزي، والكابتن اسامه عرابي، والكابتن عادل عبد الرحمن،
وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما الزميل العزيز كريم قال بدايه النادي الاهلي والاستعداد لمباراه السوبر امام فريق طلاع الجيش النهارده. المباراه الوديه امام فريق بتروجيت اولى المباريات الوديه للنادي الاهلي. عايز اقول لك فريق بتروجيت اللي بيقوده جهاز فني بقياده الكابتن ربيع ياسين وبيعاونه الكابتن علي عاشور والكابتن احمد ابو مسلم. يعني نقدر نقول يعني بدايه قويه ليه، وقال تجربه قويه جدا ان انا امام النادي الاهلي في اطار استعداده طبعا لدوري الممتاز اللي مجموعه صعبه جدا مجموعه القاهره. الفريق كان خاض لقاء ودي اول امام فريق حرس الحدود وانتهى بفوز فريق بتروجيت بهدفين مقابل لا شيء. النهارده هو ثاني لقاءاته الوديه، وايضا من ضمن الجدول اللي وضعه الكابتن ربيع ياسين من اجل الاستعداد لدوري الممتاز عنده مجموعه من المباريات الوديه امام فريق الفيوم وبني سويف، وهيختتم لقاءاته بملاقات فريق الاسماعيلي. اقدر اقول لك ان الكابتن ربيع ياسين يعني عامل ثلاث اجيال ما بين عناصر الخبره، متوسط اعمار اللاعبين 23 سنه، عنده مجموعه من الشباب وايضا مجموعه من اللاعبين الصاعدين. من الاخبار المهمه جدا لفريق بتروجيت انه خلال يعني منذ ساعات قليله جدا ابرم واحده من الصفقات القويه بالنسبه له، وهو التعاقد مع احمد عبد الظاهر مهاجم فريق نادي اسوان ومهاجم النادي الاهلي السابق احمد عبد الظاهر كواحد من العناصر القويه اللي تم ضمها خلال الساعات الماضيه. ايضا من النقاط المهمه كابتن ربيع ياسين اتكلم على ان هو بيعمل بيخطط لفريق للمستقبل لفريق بتروجيت. طبعا كان اتولى القياده الفنيه الموسم الماضي وقدر يصعد الفريق من المركز الرابع عشر وكان بينافس على يعني الصعود للمرحله الاخيره. ايضا من النقاط المهمه جدا النهارده عايز اقول لك ان الكابتن ضياء كابتن ضياء السيد المدرب العام للمنتخب المصري واحد من ابناء النادي الاهلي النهارده موجود بيتابع اللقاء بادئين الشغل بدري للجهاز الفني للمنتخب المصري، موجود النهارده في ملعب مختار التتش عايز يتابع اللقاء ويبدا يعني قبل ما يروح للمباراه الرسميه لا بيتفرج على المباريات الوديه. دي كانت كل الكواليس كل الاخبار من هنا من ملعب مختار التتش. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا للزميلين العزيزين كريم احمد وفاروق صلاح. كابتن شريف، شايف ازاي الفتره القصيره ديت يبقى استعداد جيد وانت داخل على كاس سوبر مصري وبعدين كاس مصر؟ ولو ان اعتقد طبعا بمناسبه ان زميلنا فاروق صلاح اتكلم عن الكابتن ضياء السيد، طبعا احنا بنبارك للكابتن ضياء والكابتن محمد شوقي والكابتن عصام الحضري في الجهاز التدريبي الجديد لمنتخب مصر ونتمنى لهم التوفيق الفتره الجايه ان شاء الله. اعتقد ان الفتره اللي جايه ده اعتقادي التواريخ اللي اتكتبت واللجنه المؤقته لاتحاد الكوره اعلنتها عن كاس مصر اعتقد من الممكن انها تتغير، خصوصا ان احنا عندنا ماتشين مهمين مع ليبيا، واعتقد ان كروش المدير الفني الجديد محتاج ان هو كل التهنئه لاعضاء الجهاز الفني للمنتخب. انا عايز اقول لك حاجه، لازم يتاجل الكلام ده لو كنا هنبتدي بقى فتره حسام البدري وما عناها حسام البدري باللعيبه كلها بالضغوط النفسيه بالاصابات بكل حاجه، كانت اللعيبه واضح جدا ان احنا كنا ممكن نكسب المباراتين انما الضغط العصبي والنفسي والشكل اللي انت مش متحضر له اصلا لازم يتعالج. تاني حاجه عايز اقول لك، انت بتقول لي احنا خدنا فتره راحه. مفيش فتره راحه، انا مش شايف فتره راحه خالص. الفيفا عايزه كوره كل يوم وعايزه كاس العالم كل سنتين، وده الشكل اللي الدنيا ماشيه فيه، وعايزين يعوضوا ما فاتهم في خلال الكورونا ويستغلوا عوده الجماهير والكلام ده اللي احنا بنتمناه ولو بالقليل في مصر يعني. فانت ما عندكش راحه خالص، عشان كده انت دايما بتتكلم ان انت عايز لعيبه كتيره، عايز تستقدم لعيبه، عايز تبقى واقف على رجليك، يشيل لك الحاله اللي انت هتفضل مواكب فيها السنه الجايه كمان كلها، انت عندك تصفيات كاس عالم وعندك بطوله افريقيا وعندك حاجات داخل عليها كتير جدا مع الشكل كمان الدولي بتاعك انت اللي خاص بالنادي الاهلي. ببطولاته بكاس العالم بتاع في كاس عرب في ديسمبر كمان ما عندكش راحه ابدا. أي. ولا اللعيبه دي عندها راحه. ولو تتفرج على نوعيه التدريب اللي هم فيه ده حاجتين عايز اقول لك عليهم قبل بس ما نروح للكباتن. شفت شكل التمرين عامل ازاي؟ عوده للعضلات وللنفس والبتاع، ما عندكش فرصه حتى تتدرج مع الشكل اللي عادل قال عليه مخطط الاحمال انه يدرجهم. حتى زمان كنا بناخد ايه؟ اسبوع بمزاجنا وبعدين الكوبر تيست وبعدين مش... لا مفيش، اللعيبه دي متلاحمه وهتفضل متلاحمه، لازم ياخدوا بالهم من نفسهم ياخدوا بالهم من عضلاتهم. ادي بدر بنون اول كلمه قلتها لك في الاستوديو النهارده. انا لازم اسال اللعيب النهارده انت مؤهل تلعب النهارده الماتش الحبي ولا لا؟ فيمكن قال له قال انا عضلاتي لسه مش حاسس بيها ان انا اقدر اعمل السبرنتات. ادي حاله ايجابيه انا بسميها. عدم وجوده حاله ايجابيه. يعني الجهاز فاهم والجهاز واعي والجهاز عالم باللعيبه دي كلها يوصل بيهم لبر الامان. ده في عدم وجود كمان بيرسي تاول الفتره اللي جايه لانه جاي مصاب. مظبوط، يعني احنا كلنا عارفين معلومات ان هو راجل اول ما جه بلغ. ودي الامانه اللي هي
ما فيهاش خداع فيها ان انا مستعجل عايز العب مستعجل عايز ابقى جوه منظومه النادي الاهلي المؤسسه. كل ما خدت وقتك وكل ما دخلت وكل ما لعبت النادي الاهلي كلهم بقوا كويسين. اي لعيب جوه في المنظومه هيبقى كويس جدا لو عنده يعني السرعات اللي احنا كنا بنتكلم عنها. وبنتمنى طبعا التوفيق كله، والتجربه اللي احنا بنعملها دي وخاصه بتروجيت اللي بعديها تجربه كويسه جدا، اللي بعديها باذن الله هتبقى حاجه قويه جدا كمان. هو ده اللي بيدخل لعيبه بسرعه ما عندهمش غربه في الماتشات اللي هي الدوليه اللي هتتلعب بعد كده. صحيح. فبالتوفيق باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، الكابتن شريف يمكن يتكلم عن ان الموسم الجاي هيبقى مضغوط جدا. طب انت استعداداتك في وسط الموسم مع اللعيبه دي وانت عندك منافسات كتير وعندك توقفات قليله جدا، هيبقى ازاي مستر موسيماني يقدر يتعامل معاها؟ ما هو دي عايزه خبره كبيره بقى. ما هو مستر موسيماني مفروض انه مدرب عنده خبرات معاه جهاز فني كامل من مدربين احمال لمساعدين، لازم ازاي يعرف يخطط للموضوع اللي هو مزنوق فيه دوت. واحنا اتكلمنا على موضوع الاحمال وكده، ما بيبقاش فيها احمال عاليه جدا، بتبقى فترات قويه وسريعه، مش احمال العاليه كتير قوي زي زمان. ليه؟ لانه خلي بالك لما بنرجع لايام اللي هي كنا فيها في الثمانينات وقبل ما الثمانينات، كنت بتاخد حوالي شهر ونص اجازه راحه، وكانت راحه سلبيه. دلوقتي ما فيش حاجه اسمها راحه سلبيه اساسا. أيوة. يعني انت حتى لما كنت بتاخد راحه دلوقتي، لما مثلا كنا شغالين مع مستر مانويل جوزيه او غيره، بتدي راحه اسبوعين او ثلاثه للعيب، وبتعمل له برنامج بتقول له انه تنفذ حاجات معينه بس بعيد عن كره القدم. كويس. انه يجري، انه يعمل تمرينات بطنه، بس انه يلعب لعبه ثانيه. مستر مانويل ايام زمان ما كانش بيقول مثلا ان انت تاخد الاسبوع الاولاني سلبي خالص. ماشي، حتى لو خدت الاسبوع الاولاني سلبي خالص، لو في حتى يعني لو ماشي لو عنده مساحه من الوقت يعمل كده ياخد سلبي. وبعدين زي ما الكابتن اسامه بيقول لازم يعني سلبي بعديها تروح تلعب تنس تجري شويه. صحيح. يعني ايمن انت ما عندكش الوقت ده دلوقتي. ايمن انت زمان كانت فترات الراحه سلبيه، وكانت مفاهيم هي زمان انك تاخد، حتى كان يقول لك ريح خالص. ما ده كل الكلام ده غلط. بتيجي ترجع بعد شهر ونص، عشان كده كنت بتحتاج اعداد في تدريج. كنا بنأخر الماتشات الوديه شويه مثلا بعد 3 اسابيع او 20 او مثلا 18 يوم او حاجه. دلوقتي لا، فترات ضيقه، وانت حتى لما بتدي راحه بتقول له يشتغل فيها حاجات بعيد عن الكره والضغوط العصبيه، انه بيحافظ على النواحي البدنيه بتاعته. عشان كده ممكن بعد 4-5 ايام من التدريب تعمل مباراه وديه. وبرده بيتقسم فيها الاحمال، مش ضروري تلعب كل الناس في كل المباريات. فدي يعني مستر موسيماني المفروض عنده خبرات ويقدر يعملها مع مدرب الاحمال. ثانيا، انت بتستقطب لعيبه كتير جدا، ازاي تعرف يعني تعمل الروتيشن بينهم، انه ده ما خدش كتير قوي فممكن يلعب في الفتره دي اكتر شويه، الا بقى طبعا في الماتشات المهمه جدا انك ما تقدرش مثلا بطوله افريقيا هتلعب سوبر، مش هتقدر تقول مثلا الاساسي بتاعي اللي هو 100% قعد ولاعب واحد اقل في المستوى، لانك بطوله من مباراه واحده. لكن احيانا في مباريات مثلا الدوري ممكن تعملها، انه حد لعب ماتشين ثلاثه ومضغوط مثلا، ممكن تريحه وتستغنى عنه وتلعب البديل بتاعه او الاحتياطي بتاعه. لكن يمكن في الماتشات اللي هي بتبقى حاسمه من لقاء واحد او مثلا تحسم بطوله، بيبقى صعب انك تريح اللعيبه الاساسيه بتاعتك. فكل دي مفروض انه المدير الفني مع الجهاز المعاون ليه انه يقدر يخطط ليها ونقدر يطلع بيها. ما هو ايه الفرق بين مدير فني جيد ومدير فني ما يعرفش؟ صعب قوي يا كابتن اسامه. انا عليا وجهه نظر ان طالما الصوره ضبابيه بالنسبه للمسابقات اللي بتتعمل، طالما الصوره لسه مش محسومه، يعني ممكن جدا يقول لك طب هو الكاس هيتلعب ولا لا؟ ده سؤال مطروح، يا ترى الكاس هيتلعب ولا لا؟ لا، انا هقول لحضرتك حاجه في موضوع الكاس. لا، خلينا في موضوع الكاس. هو انا سمعت، انا ما اعرفش برضو او بقرا، ان الراجل قال المدير الفني الجديد قال ان انا عايز اتفرج على مباراه للنادي الاهلي، فممكن ماتش الاهلي يتلعب، نقول السوبر هيتلعب مثلا، ومباراه لبيراميدز ومباراه لنادي الزمالك اللي هم بياخد منهم اغلبيه لعيبه المنتخب المحليين اللي هم هنا دول. فاحنا بنتكلم بقى، حضرتك بتتكلم عن تكمله الكاس. انا بتكلم ان جنرال بطبيعه الحال، احنا يعني موسيماني واي مدير فني في موقع النادي الاهلي بالذات هو راجل الله يكون في عونه ليه،
لان طبيعي جدا يكون عندي اجنده للموسم. صح. صح. الكاس كاس مصر موجود. كاس مصر هيتلعب في الفتره من كذا لكذا. مظبوط. الدوري هيبدا يوم كذا علشان انا ابدا احط بس يعني دوت ما هو يعني برنامج انت ما انت حاج عندك حق 100% بس على فكره ده بقى له عشرات السنين مش حلو. عارفين حلو ما انا بقول لك المشكله دلوقتي انك طب انا هعلي الحمل ولا هنزل صح, صح صح طب صح. انا دلوقتي كاس مصر هيتلعب فانا عايز اعمل تشكيله معينه عشان اخش بيها السوبر عشان بعد السوبر اريح لعيبه اللي لعبوا في السوبر والعب اسف والعب بيهم مباراه الكاس هشتغل ازاي؟ فده مش واضح وده مش هاني. انت عايز موسى الموسيماني عنده كمان ستايل في التدريب بالكوره على طول يعني على طول بيعمل تقسيمات على طول مدخل بس هو الشغل كله يعني. بقى بالكوره الشغل البدني بقى هو الراجل ده صفاته كده العالم كله بيعمل كده صفاته كده فلما بيعمل ماتشات وانا شفته من فتره من اول ما جه برضه عمل ماتشات حبيه لو تفتكروا كتير قوي وخلى اللعيبه يخشوا جوه الحاله البدنيه عن طريق المباريات اللي هي الحبيه دي فدي حاجه مش غريبه عليه طبعا الكابتن ايمن لما كان بيتكلم على وهاني لما بيتكلم على ان ما فيش حاجه معلومه او بطوله معلومه انت طول عمرك هنا في مصر انت بتشتغل الاستراتيجيه القريبه انت ما بتشتغلش الطويله المدى على طول علشان ما عندناش بطوله منظمه او حتى ما فيش او عندك حتى الجدول يعني بتاعك حتى ما فيش لا انا اقدر اعملها ما انا اعمل ايه بتعمل ايه كمدير فني انا لازم اشتغل واشوف بقى لعبوا ما لعبوش ادين اشتغلت وده مش صح بس هو الاهم هنا ايه الاهم مثلا الفتره اللي النادي الاهلي فيها في الفتره الحاليه عنده بطولات مهمه جدا ايه هي البطولات المهمه عند النادي الاهلي هي كل البطولات مهمه لكن لو حددتها ترتيب هتلاقي البطوله الافريقيه دي معلومه التاريخ عندك بتشتغل على الدوري العام الدوري العام معلوم انك انت بتلعب كل 3 4 ايام مباراه قدام عندك السوبر معلوم فانت لما بتيجي تشتغل على كاس مصر لما نيجي نشتغل على كاس مصر بنشتغل ازاي احنا على كاس مصر في الوقت الحالي انه ممكن يجي وممكن ما يتلعبش ما انت بتشتغل انت بتحضر نفسك انت بتحضر للسوبر ما انا الافريقي بس انا برايي ان البطولات كلها مرتبطه ببعض طبيعي يعني انا دلوقتي هلعب مش هتقدر تلعب جدول ماشي هات لي الجدول ما ده اللي بتكلم هو الطبيعي صعوبه انك تجهز الفرقه هتعمل ايه بقى انت مثالي انت بتجهز على قد ما تقدر لا هتجهز على الاهم ماشي يعني انا مرتبط نتكلم عن الموضوع ده بس هنروح سريعا لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن احمد ابو مسلم مدرب نادي بتروجيت اتفضل يا فاروق من جديد كل التحية ليك يا كابتن أيمن وضيوفك الكرام قبل انطلاق المباراة الودية ما بين الأهلي وفريق بتروجيت يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء واحد من أبناء النادي الأهلي الكابتن أحمد أبو مسلم المدرب العام لفريق بتروجيت كابتن أحمد برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي تجربة قوية جدا أمام النادي الأهلي في بداية موسم بالنسبه لكم هيبقى صعب جدا في ظل يعني وجود فرق كتير جدا في الدوري الممتاز او في الممتاز به سبق ليها الصعود للدوري الممتاز طبعا اروق واسلم عليك طبعا وكل جماهير الاهلي وبسلم على الناس طبعا المحللين المحترمين في استوديو النادي الاهلي اكيد مواجهه قويه جدا انت بتلعب النادي الاهلي نادي القرن واحنا مش غير بقى عن النادي الاهلي ابناء النادي الاهلي ماتش صعب جدا اكيد احنا عايزين نحط الفرقه الاساسيه اللي كابتن ربيع بيعتمد عليها انت عارف ان الدوري خلاص الممتاز بها هيبقى يوم 30 ان شاء الله الشهر دوت فالنادي الاهلي بروفه قويه جدا لينا ان احنا نقدر نحط ايدينا او كابتن ربيع يحط ايديه على اللعيبه اللي هي مرشحه لتبدا اول حاجه في الممتاز بيه بالذات انت خلي بالك القرعه اتعملت امبارح الماتشات الممتاز بيه كلها صعبه جدا زي ما انت شايف يعني كل الفرق اللي لعبت دوري ممتاز ما عدا 3 فرق او 4 فرق اللي هو بنها او بلبيس او بورتو السخنه فالمنافسه السنه دي صعبه جدا في الممتاز بيه غير كل الفترات اللي فاتت يعني عندكم بدايه قويه جدا مواجهه امام فريق الداخليه ثم داخل في وقت صعب مع عندي الترسانه وعند منتخب السويس والقناه وزي ما قلت المباراه كلها صعبه والمواجهه كلها صعبه اكيد طبعا تخيل بالك احنا السنه اللي فاتت من كابتن ربيع ما مسك السنه اللي فاتت كنا مسكنا بعد 16 لقاء موجود الحمد لله فنشنا خامس وصلنا قبل النهائي ودي اول مره توصل في تاريخ بتروجيت اللي يوصل قبل النهائي ماشيين باداء كويس جبنا تدعيمات كويسه مميزه في مع بتروجيت السنه دي فنعتمد ان شاء الله ان احنا نقدر نصعد يعني او ندي الحجم الطبيعي لنادي بتروجيت اللي هو يبقى في الممتاز فده اللي بنسعى عليه كل الجهاز الفني كابتن ربيع ياسين فاكيد النهارده نلعب قدام النادي الاهلي نادي كبير ودي زي ما قلنا الصفقات كلها انت خلي بالك فمعانا لعيبه ما لعبتش مع قدام النادي الاهلي او كانت بتشجع النادي الاهلي بس فانت لما تلعب قدام النادي الاهلي النهارده حاجه كبيره جدا وتاني حاجه انت بتديهم دافع اللي هو يبقى موجود في الصوره او موجود اللي هو لعب قدام بطل افريقيا يعني احمد احساس بيبقى مختلف واحساس شخصي وانت داخل ملعب التتش بعد ما كنت لاعب داخل جدران النادي الاهلي وواحد من اللعيبه اللي لعبت على ملعب مختار التتش بتدخله كمدرب وانت بتلعب قدام النادي الاهلي
اكيد طبعا احساس النهارده ان انا فرحان. انا اول ما جيت والله من اول ما دخلت عند الصاله كده قلبي اتسحب كده، يعني زي ما كنا الحته بتاعت المدرجات دي كنا موجودين هنا ايام ما كنا بنلعب. والفتره اللي فاتت يعني النادي الاهلي يعني ذكرياته، كمان النادي الاهلي بشكر مجلس اداره النادي الاهلي بالكابتن. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. وزي ما قلنا لحضراتكم واتكلمنا، مباريات وديه مهمه جدا حتى ولو كانت الفتره بسيطه. خلينا دلوقتي نروح لفاصل، ومن بعد الفاصل نروح لملعب المباراه ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول. ارجوكم انتظرونا.